أهلا بكم. قال معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إن العراق يقف على حافة الهاوية، وإن هناك حاجة ماسة لتخفيف الأزمات الحالية التي تهدد استقراره وتنذر بحدوث توترات وأعمال عنف. وقال المعهد السويدي في تقرير جديد عن العراق إن نظام تقاسم السلطة الطائفي بمؤسساته الضعيفة وضعف المحاسبة أضعف الاقتصاد وعرقل أداء الدولة في توفير الخدمات الأساسية. واستبعد التقرير قيام النظام السياسي الحالي في العراق بإصلاح نفسه على الأقل في المدى القصير. وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارد قد حذرت في آخر إحاطة لها عن العراق مجلس الأمن الدولي من انفجار شعبي مكبوت في العراق. تقرير معهد ستوكهولم للسلام عن العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الهاوية التي يقف عندها العراق الحالي والتي تحدث عنها تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام عن العراق؟ ولماذا يستبعد المعهد السويدي قيام النظام السياسي الحالي في العراق بتقويم أو إصلاح نفسه على الأقل في المدى القصير؟ وإلى ما استند المعهد السويدي في أن عدم تخفيف الأزمات الحالية سيكون مهدداً لاستقرار العراق وتفجير مزيد من أعمال العنف؟ وكيف أفرغت القوى السياسية الطائفية ما يفترض أنه النظام الديمقراطي من أهم ركيزتين له، وهما التعددية والديمقراطية؟ ولماذا حذر المعهد السويدي من تسييس قطاعي الكهرباء والمياه وإخضاعهما للحسابات السياسية والطائفية بسبب التأثير الكبير والمباشر لهذين القطاعين على حياة الناس؟ ضيوف طاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، وقحطان الخفاجي. لم تعد مجرد تكهنات أو قراءات، تلك المسألة التي بدت واضحة للداخل العراقي وخارجه، مسألة تفسخ النظام السياسي وقرب نهايته بعد رحلة فساد واستبداد استمرت قرابة عقدين من الزمن. معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أكد في تقرير له أن العراق يقف على حافة الهاوية، وذلك ما يستدعي تغيير النظام الحالي وإجراء إصلاحات شاملة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي. تقرير المعهد السويدي الذي استند إلى مقابلات مع مسؤولين وخبراء أوضح أن نظام تقاسم السلطة الطائفي بمؤسساته الضعيفة وضعف المحاسبة أضعف الاقتصاد وعرقل أداء الدولة وعطل الجهاز التشغيلي للمؤسسات وأدى إلى انهيار الوضع الأمني وفقدان الشارع العراقي ثقته بالواقع السياسي. بدوره أكد المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية أن النظام السياسي الحالي في العراق اعتمد على التناقضات السياسية التي أنتجتها المعارضة قبل عام 2003، وظهرت تداعيات هذه التناقضات بعد غزو العراق، فأحيط النظام السياسي الجديد بإطار ديمقراطي تعددي شكلي المظهر دون الجوهر، حيث قامت القوى السياسية التي تدير العملية السياسية بإفراغ مبادئ الديمقراطية من محتواها، وانتهجت خطاً طائفياً أدى بالنهاية إلى تفكك الدولة. الآفات السياسية المتتالية شحنت الشعب العراقي وأثارت سخطه، فخرج باحتجاجات ظلت تتصاعد حتى تبلورت على شكل ثورة شاملة قائمة على وعي سياسي عال ونضج فكري وإحساس بالمسؤولية الوطنية، وهو ما بدا واضحا في ثورة تشرين. العراقيون ذهبوا باتجاه استعادة الدولة على المستوى القيمي في ثورة تشرين عندما طرح مفهوم استعادة الوطن، حيث بات الشعب بمختلف مكوناته يشعر بخطر ضعف الدولة في ظل هيمنة الميليشيات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث هذه الحلقة في التقرير الجديد لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام عن العراق. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب أيضا الدكتور عبد الحميد العاني، ناطق رسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وأيضا أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاج. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. دكتور رافع الفلاحي،
معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، وهو طبعا معهد بحثي معروف ورصين، عند تقرير عن العراق تحدث أو خلص هذا التقرير أن العراق الحالي الآن يقف على حافة الهاوية. عن أي هاوية يتحدث هذا التقرير، تقرير معهد السويدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحييك أستاذ ماجد وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني نتحدث عن معهد من المباحث من المعاهد البحثية المرموقة في العالم. نعم. المعهد يعني في عام 1966 تأسس ويعتمد على تحليل البيانات، وهذه واحدة من النقاط المهمة التي يجب أن نراعيها ونحن يعني نتحدث عن تقريره. تحليل البيانات يعني يتحدث عن واقع يدرسه بشكل متأني ويعتمد على محللين في الداخل والخارج ورؤية سياسية واقتصادية شاملة ودقيقة وأسئلة كثيرة لسياسيين وغير سياسيين والمجتمع، وبالتالي يخلص إلى تقرير معين. المعهد معني بالسلام، معني بالسلاح والسلام ومناطق الصراعات، وبالذات يبحث عن ما يسميه يعني ربما وصفات أو توصيات لما يمكن أن يكون عليه البلد أو المنطقة لكي تنعم بالسلام وتنعم المنطقة المحيطة بها بالسلام. عندما تقرأ تقرير هذا الأخير ستجد أنهم يتحدثون عن واقع حقيقي، يصفون الواقع بشكل واضح، يحللون البيانات ويصلون إلى نتيجة أن العراق على حافة الهاوية، ويقولون ما هي الهاوية التي حضرتك تسأل عنها. يقولون أن النظام السياسي هذا نظام منخور، نظام قائم على المحاصصة الطائفية، على التقسيمات الطائفية، وفساد ينخر في كل مكان، خدمات غير موجودة، الشعب غير راضي عنه، فوضى، غير قادر، نظام اقتصادي غير منتج. هذه جملة الخطوط التي وضعوها التي هي الهاوية التي يصفونها، وحكومة غير قادرة أن تقوم بالمهام وتخرج البلد، أو نظام سياسي غير قادر أن يخرج البلد من هذه الدائرة المغلقة أو هذا التوهان. فبالتالي أنت تتوقع عندما تصل إلى النهاية التوصيات، ما حد يبحث عن السلام مثل ما قلنا، وهذه مهمة، وهو اعتمد البيانات، اعتمد رؤية دقيقة، أن يضع توصيات واقعية جدا، وهو يعرف أنه 82% إلى 85% من العراقيين لم يشاركوا في آخر انتخابات، قاطعوا هذه الانتخابات، قاطعوا العملية السياسية، وقرار عقلاني وليس قرار عاطفي وليس قرار فيه ضغوطات، الشعب قاطع. وبالتالي من ذهبوا إلى الانتخابات هم قوى العملية السياسية، وهم يعرفون هذا، لأنه هم يقولون نعتمد على البيانات ونعتمد على الحقائق. وبالتالي عندما يصلون إلى وصف النظام السياسي بهذه الدقة فهم يعرفون الواقع. إذن عندما يبحثون عن السلام يجب أن تكون توصياتهم نابعة من هذا المنطق، يعرفون أنه الحلول التي أعطيت ممكن، وحضرتك يمكن ربما في المقدمة كنت تتحدث عنها، عن الكهرباء والمياه. سنتحدث. الحقيقة هو أفرد لعدد من القطاعات، منها قطاع الكهرباء والماء، أفردها الحقيقة بجزئية وقال لي بسبب ارتباطها وتأثيرها المباشر على حياة الناس. خلينا قد يسمح لنا الوقت ونناقش هذه بعض هذه النقاط اللي وردت. دكتور عبد الحميد العاني، مرحبا بك معنا مرة أخرى. مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا دكتور. تشخيص علل وأمراض النظام السياسي ما عاد مقتصرا على القوى الوطنية العراقية والقوى الشعبية التي رفضت وناهضت العملية السياسية منذ البداية، بل صارت تشاركهم في هذه القضية مؤسسات بحثية دولية رصينة مثل معهد ستوكهولم بأبحاث السلام في هذا التقرير الجديد عن العراق. كقوى وطنية كيف تنظرون إلى هذه الرؤية المشتركة أو المقاربة المشتركة أو المتطابقة في تشخيص وتشريح الحالة العراقية بينكم وبين هذه المؤسسات الدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. يعني هذا السؤال حقيقي ينبثق منه جملة من النقاط. النقطة الأولى طبعا هذا بالتأكيد يعني يمدنا ويمد ما كنا قد ذهبنا إليه وحددناه وشخصناه منذ البداية إلى مزيد من القوة، وليس معنى ذلك أننا كنا في شك ونحتاج إلى مثل هذه الأدلة أو هؤلاء الشهود ليؤكدوا أقوالنا، بل يعني من باب التأييد والتثبيت، لكن من باب آخر هو رد على من كان يشكك برؤيتنا ويدعي أننا ننطلق من مثالية خيالية
غير واقعية. فها هي الأيام تثبت عبر هذه الدراسات ومثل هذه المعاهد التي وصفها الدكتور رافع قبل قليل بالمرموقة ووصفتموها أنتم كذلك، والتي تعتمد في دراساتها على معطيات وعلى تحليل البيان. لكن من جانب آخر نحن نتساءل، هذه الدراسات وهذه المعطيات وهذه البيانات التي حللت، هل هي جديدة؟ هل هي طارئة على السطح اليوم ظهرت؟ أم هي موجودة منذ البداية؟ والنتيجة أو التشخيص الذي اعتمدت عليه هيئة علماء المسلمين ومع من معها من القوى الوطنية، أليست هذه المعطيات التي اعتمدت عليها الهيئة ومن معها القوى الوطنية هي ذاتها موجودة؟ ثانيا، حتى النتائج اليوم التي ربما يعني هذه هذا المعهد وغيره. دكتور اسمح لي، هناك فرق، هناك فرق أن تقدم أنت هذه الرؤية وتشخيص للوضع العراقي، أنت طرف خصم، لكن أن يأتي من 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 مؤسسة بحثية حيادية موضوعية علمية، هذا الحقيقة هو الفرق. هو هذا، نعم، نحن قلنا أن هذا يؤيد وهذا يؤكد، ولا سيما كما قلنا أنها تأتي من مؤسسة بحثية كما وصفت. لكن أنا أيضا السؤال هنا أنه لماذا الآن فقط هذا الذي ظهر؟ يعني هو كما قلت، هو يرد على من كان يشكك ويرد على من كان يدعي أن تشخيصنا كان مبنيا على خيالية وعلى ليست واقعية. وكما قلت أنت أنه ربما يقولون أو يتهموننا بأن تشخيصنا ذلك هو ناتج من خصومة وفقط لتشويه المقابل، لكنه كما قلنا أن هذا تثبت واقعية هذا التشخيص وهذه النتائج. لكن أيضا من حقنا أن نتساءل لماذا التأخر في مثل هذه النتائج التي أو هذه الدراسات التي تظهر اليوم. لكن كما يقال، أن تصل متأخرا غير من أن لا تصل. فمثل ما قلنا أنها كلها تؤيد وتدلل على مثل هذا التشخيص الذي ذهبت إليه القوى الوطنية منذ الأيام الأولى. لكن يبقى سؤال مهم جدا في هذا الإطار، ماذا بعد هذا التحليل ومن سيعتمد عليه؟ اسمح لي، هذه نقطة سنناقشها دكتور، أرجوك حتى لا نحرقها، أسألك إن شاء الله عنها. دكتور قحطان الخفاجي، المعهد أيضا استبعد أن يقوم النظام السياسي الطائفي الحالي بتقويم أو إصلاح نفسه على الأقل على المدى القصير، والحقيقة الأحاديث عن إصلاح العملية السياسية وتقويمها وتعديل مسارها الحقيقة لم تنقطع، لم تتوقف منذ العام 2003. المعهد هنا خلص إلى نتيجة جازمة وقاطعة، هذا النظام لن يصلح نفسه لأن القائمين عليه مستفيدين. حياك الله أخي العزيز، وحيا القناة والمشاهدين والضيفين الكريمين. فعلا أخي العزيز، أن هذه القوى السياسية المتنفذة والتي هي أساسا سبب لمأساة العراق لا يمكن أن تصلح الحال لسببين أساسيين. أولا، طبيعة تأسيسها وتشكيلها مذهبي خندقي ضيق، وبالتالي لا يمكن أن تخرج عن هذا الإطار لكي تنظر إلى حالة أبعد هو العراق. الشيء الآخر، أن العلاقات غير الطبيعية وغير السوية مع القوى الخارجية والفساد المستشري وما عليهم من فساد ملفات كبيرة يخشون الإصلاح لألا يسألون عنها. لذلك هذا سببين أساسيين لن يقوا الخروج من دائرة ضيقة التي نشأوا فيها لكي يذهبوا اتجاه العراق، ولم يقوا على تصحيح واستدلال إلى الصح، لأن الصح سوف يجعلهم في مساءلة. هنا السبب الأساسي، وهذا التشخيص أيضا كما قال الأساتذة الأفاضل سبق وأن شخصنا هذه الحالة وقلنا هذه الحالة، وأيضا قيل عنا نحن متحاملون، ولكن الحقائق الآن ثبتت أن الرؤية هي ليست تحامل بقدر ما هي رؤية منطقية، رؤية عقلانية. الشيء الأهم من هذا وذاك أن الإرادة غائبة عن العملية السياسية، الإرادة الوطنية، وأي تصلاح وأي تعديل وأي تغيير نحو الإيجابي لا يمكن يكون إلا بإرادة ذاتية حرة. لذلك لا يمكن أن يكون هناك إرادة وهناك أي إصلاح للعراق، الحالة العراقية القائمة. لذلك نحن نرى أن هناك ثمة ظروف تدفع باتجاه تدخلات خارجية، هي تدفع باتجاه التغيير لأسباب دولية إقليمية أكثر مما هي عراقية ذاتية. نعم، أشكرك دكتور. أيضا دكتور رافع الفلاحي، المعهد يقول
أن العراق بحاجة ماسة وعاجلة لتخفيف الأزمات المتلاحقة والحالية، لأنها تهدد استقرار الدولة وتهدد حياة يعني المواطنين، وتنذر بحدوث أعمال يعني توترات وأعمال عنف. هل تتوقع أن هذا النظام في طور تخفيف هذه الأزمات؟ هناك من يقول أصلا النظام يعتاش على الأزمات، يصنع الأزمات إن لم تكن موجودة. أستاذ ماجد، واحدة من النقاط المهمة في الدراسات البحثية في كل الجامعات، والدكتور عبد الحميد معانا والدكتور قحطان وهم أساتذة في الجامعة يعرفون هذا الموضوع، أنه كل باحث عندما يقدم بحثه هناك يعني هيئة مشرفة أو مشرف معين أو شخص معين أستاذ معين يراجع هذا البحث ويصوب هذا البحث، ونسبة التصويب ربما تصل إلى 100%، وقد يرفض البحث أو قد يعدل، وبالتالي عندما يخرج. لكن عندما يكتب معهد مثل معهد ستوكهولم بحثا مثل هذا وينشره، إذن هو قد خضع للرقابة، قد خضع للتصويب، لأنه يتعلق ببلد وعقول معينة أنتجت هذا، لأنه هو باسم المعهد. بالتالي عندما ترى أنت البحث تجد به وصفا دقيقا للحالة العراقية، تشخيص دقيق، وعندما يقول أن العراق على حافة الهاوية، طيب ربما نحن نقول هو في الآن في قعر الهاوية، لكن أن يقول على حافة الهاوية ربما تشخيصه بهذا الشكل هو صحيح، هذه رؤية والزاوية التي ينظر منها. لكن عندما يصف النظام هو نظام طائفي مبني على المحاصصة، مبني على الفساد والخراب والدمار، وغير قادر أن ينهض بالبلد، وبالتالي بالتوصيات يدفع باتجاه وكأنه هناك إمكانية للنهوض، هنا تبدأ في البحث هناك خلل، هناك تسييس. هو دكتور بقيدها على الأقل يقول في المدى القصير، يعني قضية أنه عملية الإصلاح في المدى القصير غير ممكنة الحدوث، ربما بعيدا. وماذا في المدى البعيد؟ ما هو نفس الوجوه نفسه، يتحدث عن عملية سياسية، يتحدث عن نظام سياسي، نظام سياسي ويصفه قائم على المحاصصة الطائفية والاثنين، ولا يمكن الخروج منها، هو يقول بنفسه لا يمكن التخلص من عدها، وقيام حكومة مستقلة خارجة عن الأحزاب، عن إرادة الأحزاب، هو يقول أيضا غير ممكنة. طيب لماذا يذهبون الحديث عن الماء والكهرباء مثلا؟ لأنه هذه خدمات، والغاية منها، لذلك أنا قلت مسيس البحث في نهايته، مسيس التوصيات مسيسة لصالح من يحكمون العراق، لصالح الإرادة الدولية التي تريد أن تبقى العملية السياسية قائمة في العراق، لأنه هذه إصلاحها فقط بمعنى أنه لبوا الحاجات الضرورية للمواطن لكي تسكت المواطن، أما كنظام سياسي أنتم غير قادرين أن تصنع أن تصححوا، الوضع سيء، أنتم ذاهبين إلى الانهيار، لكن صححوا هذه الشغلات. لا يوصي هذا المعهد إذا كان غير مسيس، إذا كان بحثا يعني خالصا، وإذا كان هناك خضع لتصويب. ودكتور حقيقة عند نقطة، إذا أكو في نقطة إذا صح توصيفه أنها تيئيسية، يقول إنه هذا النظام غير ممكن تغييره، وراح نتحدث عن هذه. ما هو هذه جزء من يعني نتحدث عنه. لماذا هذا الشكل؟ والشعب 85% غير راضي عنه، والشعب قادر. إذا كانت في التوصيات هناك يفترض أن تكون هناك دعوة لمجتمع دولي، لقوى دولية، أن تساعد العراقيين، الشعب هذول اللي قاطع 85% على النهوض بنظام جديد، نظام عراقي جديد غير هذا النظام، لأنه هذا النظام ما يقص منه. المعهد يقول هذا النظام راسخا صار، ما هو في نفس الوقت يقول أنه هذا غير قادر أن ينهض بالعراق. وهم يتحدثون عن فرص السلام، هو المعهد للسلام، بقاء هذا النظام إذن السلام مشكوك به، لأنه هذا بؤرة للفوضى، للخراب، للدمار، لتعميم الخراب على 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 العراق والآخرين. فكيف لمعهد معني بالسلام لا يضع بحثا أصوليا مضبوطا دقيقا غير مسيسا، ويقول هذا بعد تشخيصي، هذه التوصيات، هذه النتائج يجب أن تؤدي إلى خروج العراق. ما هو الذي يخرج العراق؟ مو صلح الكهرباء والمي للعراقيين حتى يسكتون، مو وانت في نفس الوقت تقول هذه الحكومة غير قادرة، هذا النظام السياسي غير قادر على إصلاح حتى نفسه، حتى إصلاح نفسه. نعم. طيب هذه تناقضات غريبة عجيبة لا يمكن فهمها، سنتحدث عنها ربما. نعم. إن شاء الله. دكتور عبد الحميد العاني،
بعد هذه الرؤية المتطابقة بين القوى الوطنية العراقية المناهضة للعملية السياسية والقوى الشعبية مع الكثير من المؤسسات البحثية والحقوقية في العالم مثل معهد ستوكهولم للسلام، ألا يفترض الآن أن يكون هناك عملية تواصل واتصال بين القوى الوطنية وبين هذه المؤسسات البحثية مع القوى الدولية الفاعلة لشرح الأبعاد الخطيرة لبقاء الوضع في العراق على وضعه، أن يكون البلد الآن على حافة الهاوية؟ إذا بقى الوضع على ما هو عليه سيكون في قعر الهاوية وربما ليس بعيدا زمنيا. نعم بالتأكيد، وهذا ليس الآن مطلوب، وإنما هذا موجود منذ البداية. هيئة علماء المسلمين والكثير من القوى الوطنية العاملة معها دأبت منذ البداية على أنه يكون استراتيجيتها للتغيير في العراق يعتمد ويتجه في عدة اتجاهات، فضلا عن العمل في داخل العراق هنالك الأعمال الخارجية المساندة. يعني القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين يقوم بجهد كبير جدا لنقل هذه الصورة التي تحصل في العراق وإيضاحها إلى العالم الخارجي، سواء كان دوليا الدول الجوار وغيرها، سواء كانت مؤسسات حكومية أو غير حكومية. ثانيا، لدينا نحن في هيئة علماء المسلمين فضلا عن الأذرع الإعلامية هنالك أذرع بحثية كذلك، مراكز، لدينا أكثر من مركز بحثي ودراسات، ولقد قمنا في خلال طيلة السنوات الماضية بجهود كبيرة جدا من خلال التواصل مع العديد، وأقمنا نشاطات مشتركة، نشاطات دراسات وبحثية وندوات ومؤتمرات مع العديد من هذه المراكز، سواء كانت في المحيط العربي أو الإقليمي أو في عموم العالم عموما يعني. وكان لذلك بعض النتائج يعني التي لها أثر في مثل هذه الرؤية، وربما تكون أحد يعني مدخلات هذه المراكز ومنهم هذا مركز ستوكهولم هي مخرجات هذه المراكز أو الندوات العلمية والدراسات التي كانت مشتركة بين مراكز هيئة علماء المسلمين وغيرها من المراكز العلمية. ثانيا، هنالك جهد لا ننسى، جهد للهيئة في السنوات الماضية التي تمخض هي والعديد من القوى الوطنية الذي تمخض عنه الميثاق الوطني، والميثاق الوطني يقوم اليوم بجهد كبير جدا للتواصل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنها هذه المراكز، مراكز الدراسات، لتثبيت مثل هذه النتائج كما قلنا، وكذلك للبناء عليها. ماذا بعد هذا التشخيص؟ لابد أن يكون هنالك حلول. لذلك يعني هذا التواصل، لا نقول أنه باختصار تواصل، أقصد رسمي مع يعني مع دول، مع أنظمة، مع مؤسسات ذات طبيعة حكومية ورسمية عربية أو غير عربية، موجود وليس الآن وإنما موجود منذ البداية ومستمر ومتواصل. وكما قلت هنالك العديد من الأنشطة التي أقيمت سواء كانت سياسية أو ندوات بحثية ودراسية يعني علمية وندوات وغير ذلك، والتاريخ يعني حافل بمثل هذه، نعم، بسجل مثل هذه النشاطات. أشكرك. إذن نتوقف عند هذا الفاصل القصير مشاهدين الكرام بعد الاستئذان من الضيوف الكرام ومنكم، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في التقرير الجديد لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام عن العراق. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي، الدكتور عبد الحميد العاني، والدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، المعهد السويدي في تقريره استبعد تغيير النظام السياسي الحالي أو إجراء إصلاحات شاملة عليه.
لماذا هذا يعني المعهد او التقرير يرى استبعادا لعمليه يعني تغيير النظام؟ هل تراه انه هذا واقعيا؟ هل لانه هذا النظام صار عصي على التغيير لانه امريكا صممت، لانه الولايات المتحده الامريكيه جيشت العالم لتدعمه، لانه امريكا تدعمه، فلذلك وكانه اصبح قدر العراقيين هذا النظام، فعلا لا يمكن تغييره؟ اخي العزيز، هو حقا ان امريكا هي التي شكلت هذا النظام، وهذه الديمقراطيه التي جاءت بها عبر دبابات الاحتلال والغزو. ولكن حقيقه الامر هناك لاعب اخر دخل في العمليه في العراق، سيما اننا نتذكر جيدا ان وزيرة الخارجيه السابقه الامريكيه قالت انها فوضى خلاقه، ان امريكا في حينها على ما يبدو لم تكن قد رسمت الصوره النهائيه، ولكن تركت الحبل على الغرب لعله يصل الى حاله معينه، وبيدها قدره معينه على تتحكم باتجاهاته. ولكن دخول ايران في الشام العراقي، هذا الدخول الواسع وهذا الدخول المؤثر، ثم تشكيل ما يسمى القوة الولائيه التي تمتلك الان سطوه عسكريه فائقه، هذا اضافه الى ان القوة السياسيه ذاتها كما قلنا قبل قليل افسدت واصبح عليها ملفات كبيره، ولعلنا كل يوم نسمع احدهم يتساقط وتنفتح عليه عشرات والاف ومئات الالاف من الملفات. إذن هذا التغيير لا يمكن يحدث لاسباب الاساسيه، ان امريكا اساسا تراه صيغه ديمقراطيه، وان كان ديمقراطيه كما قلنا ديمقراطيه القوه والغزو. الجانب الايراني يراه جزء اساسي له وفعال، وهو المتغير الاساسي في فاعليه ايران في العراق، ومنها فاعليه ايران في المنطقه بشكل عام الاقليميه. الشيء الثالث، القوى السياسيه ذاتها، الشخوص، احزاب، كتل سياسيه، رموز بدون استثناء، ان كانت ذات عمامه او كانت ذات عقال او ذات رباط، الكل في فساد تام، لا يمكن ان يذهبون باتجاه الاصلاح. اذا ثلاثيه تدفع بهذا الاتجاه. ولكن بتصورنا ان هناك تغييرا قادم ليس لان رغبه عراقيه بهذا الاتجاه، بقدر ما هي هناك خلافات ايرانيه امريكيه تفاقمت ووصلت الى ما يسمى باللعبه الصفريه التي لا مجال للمساومه في تشكيل الحكومه القادمه. عليه اعتقد ان كمراقب وكمتابع ان هذا الحاله، اللعبه الصفريه بين امريكا وايران، تلقي بظلالها على مستقبل العمليه السياسيه. لذلك نعتقد ان التغيير ات، ولكن باليه تراها الطرف الدولي الذي يتغلب على خصمه، واعتقد ان امريكا لها فرصه سانحه في هذا المجال، ستغير امور باتجاهات تراها امريكا اجدى. نعم دكتور رافع، المعهد قال في اعداده لهذا التقرير انه استند ايضا الى مقابلات واراء عدد من المحللين والكتاب والاستراتيجيين. الحقيقه من الكتاب العراقيين تحدث انه القوى السياسيه الطائفيه والميليشيات افرغت ما يفترض انه نظام ديمقراطي عراقي في العراق من ركيزتين، وهما التعدديه والديمقراطيه. اذا كان الكلام هذا دقيق، اذا ما الذي بقي من هذا النظام الديمقراطي الذي ارادته امريكا ان يكون واحل الديمقراطيه في منطقه تعج بالانظمه الدكتاتوريه واسوه لبقيه دول المنطقه؟ هل بقي شيء منه اذا لا تعدديه ولا ديمقراطيه حقيقيه؟ حقيقه ما هو مفهوم الديمقراطيه مفهوم ملتبس. نعم، مثل ما يتحدثون عنه، هم يتحدثون عن الانتخابات ويصفونها بالديمقراطية، وكأنه يختصرون الديمقراطية بالانتخابات، بصناديق الانتخابات، لذلك أنت تذهب تنتخب إذا أنت ديمقراطي وديمقراطي. يتحدثون عن وجود إدارة بايدن استندت إلى هذه القضية، فدعت العراق باعتبارها دولة ديمقراطية في الشرق الأوسط مع إسرائيل. ما هي الكذبة الكبيرة يعني الحقيقة؟ يدعون أن وجود أحزاب، مسميات معينة لأحزاب وقوى، هذه ديمقراطية وتوزيع، وهم يعرفون أن هذه الأحزاب ليست أحزابا حقيقية، هذه ليست أحزاب، هذه منظمات خاصة، منظمات، لأن لا يمكن لحزب أن يبنى على أسس طائفية، لا يمكن للديمقراطية أن تأتي مع الفساد على سطح واحد، لا يمكن لصندوق الاقتراع أن يشكل الديمقراطية أو أن يختصر الديمقراطية. الديمقراطية بناء تراكمي، بناء أخلاقي، ثقافي، قانوني، وهذا كله
بناء مجتمعي، وبالتالي تصل إلى هذه غير موجودة في العراق. لذلك عن الحديث عن الديمقراطية حديث كاذب وخادع ومضلل. لكن أريد أن أتحدث ربما عن نقطة مهمة جدا. وجاء يعني دكتور قعطان قبل قليل وذكر إيران. أريد أن أتحدث، عندما يتحدث التقرير عن أنه يحتاج العراق إلى حكومة مستقلة بعيدة عن تأثيرات القوى السياسية، قوى العملية السياسية أقصد، لأنه هي العملية السياسية وهذه قواها وأحزابها ما يسميها وقواها وشقوصها. عندما تكون هناك حكومة مستقلة، ما فائدة هذه الحكومة وكيف يمكن أن تتكون؟ كل باحث، ومثل مركز مثل مركز ستوكهولم أو أي مركز آخر أو أي باحث أو أي متابع للوضع العراقي، يجب أن يعرف من البداية أنه إيران متحكمة في العراق ومتغولة في العراق، مثلما موجودة أمريكا موجودة إيران، وهؤلاء يتقاسمون يتخادمون العراق بطريقة أو بأخرى ومتغولين عليه، وإيران تعترف بهذا الموضوع، يعني لا تستحي منه ولا تخاف منه. فبالتالي أنت عندما تشكل حكومة مستقرة بعيدة عن قوى الأحزاب، بعيدة عن سيطرة قوى الأحزاب وتأثيراتها، إذن عليك أن تأخذ موافقة إيران. ما فائدة إيران، يعني ما الذي تجنيه إيران من وجود حكومة مستقلة أو مستقرة، وماذا يجنيه أهل العراق من وجود حكومة مستقرة لا تستطيع أن تتحرش ولا تستطيع أن تتحرش بالفساد اللي هي القوى العملية السياسية مسؤولة عنه، لا تستطيع أن تتحرش بالفوضى بالخراب بالميليشيات اللي موجودة اللي مسؤولة عنه هذه القوى العملية السياسية. فبالتالي وجود حكومة مستقرة ماذا تفعل؟ هل هذه الحكومة المستقرة ستجد فرص للحياة للعراقيين؟ لا يمكن. وبالتالي المعهد عندما يصف الوضع بالعراق بهذا الشكل، ونحن ندرك وتحدثنا عن هذا الموضوع أنه 85% من العراقيين قاطعوا لأنهم أدركوا من وقت مبكر أنه كل ما توصل إليه معهد ستوكهولم، مثل ما تحدث الدكتور عبد الحميد، احنا من 2003 القوى الوطنية وعلى رأس هيئة علماء المسلمين شخصوا هذا الـ هذا الـ هذا الوضع في العراق. فبالتالي الشعب العراقي مشخص هذا الوضع. أنت تقف في بحثك وفي توصياتك مع الشعب العراقي الذي شخص هذه الحالة، أم تدعو الحكومة هذه الأقلية اللي تقول ديمقراطية وحرية وانتخابات، من انتخبهم؟ وهذه الحكومة المستقرة يقولون تلبي آمال وطموحات منتخبيها، القوى التي انتخبتها، من انتخبها؟ القوى نفسها الحزبية نفسها. إذا الشعب 85% قاطع، إذا من انتخبوا وذهبوا لانتخاباتهم 15% وأقل من 15% هي قوى العملية السياسية ومن مستفيدين من عدها. فبالتالي هؤلاء لا يشكلون شيئا، هؤلاء أقلية لا يشكلون شيئا. فأنت مع من تقف وتوصياتك تصب بصالح من؟ أشكرك دكتور عبد الحميد العاني. بعد هذه الرؤية المتطابقة بينكم كقوى وطنية وبين مؤسسات بحثية كما في تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، هل تتوقعون باعتباركم قوى وطنية مناهضة للعملية السياسية أن يكون هناك تعاطي دولي مختلف مع المسألة العراقية، بناء دولي جديد فيما يتعلق بالعراق أو شيء يبنى عليه يعني دوليا فيما يتعلق بالوضع وضع العراقي والنظام السياسي الطائفي؟ يعني لا شك أن هنالك متغيرات دولية وهنالك اتجاه إلى مثل هذا الرأي، لكن حقيقة من خلال عملنا طيلة السنوات الماضية ولا سيما المدة الأخيرة رأينا أن الكثير من الدول رغم اتفاقها مع هذا التشخيص ومع رؤيتنا وتقول لنا صراحة كثير من الدول أن رأيكم صحيح، لكن المشكلة في آلية الحل. فالعديد من هذه الدول هي لا ترى أن يكون الحل من خارج هذه العملية السياسية، مثل ما قال الدكتور رافع قبل قليل، يعني هم يشخصون أنه الخلل في هذه العملية السياسية، هذه المنظومة برمتها، ثم يطالبون هذه المنظمة أو هذه المنظومة ببعض الإصلاح أو بعض التغييرات. لا يمكن، فاقد الشيء لا يعطيه. المشكلة في هذه المنظومة ولا حل بأي ترقيعات في داخل هذه المنظومة. للأسف العديد كما قلت قبل قليل من هذه الدول ترى أنه يكون الحل من خلال أن تنخرط القوى الوطنية في هذه المنظومة وتعمل من داخلها، ويكون حينئذ التغيير المستقبلي. ولكن ماذا حصل على أرض الواقع؟ الشعب العراقي قال كلمته، ولذلك هذه الدول وهذه المنظمات وهذه المراكز عليها أن تحترم، كما أشار الدكتور رافع قبل قليل، أن تحترم إرادة الشعوب.
ليس فقط القوى الوطنية التي تعبر عن الشعب اليوم قال كلمته من خلال المقاطعة، والمقاطعة المنظمة ليست، لم تكن خاصة هذه المقاطعة وطبعا المقاطعة قبلها لم تكن تكاسلا وتهربا، وإنما كان مقصودا، ومعنى ذلك هو رفض لهذه العملية. إذن هو تصويت برفض هذه العملية، إذن لابد من أنه يكون هنالك البديل، والبديل لابد أن يكون حلا جذريا وليس من خلال استبدال بعض الوجوه المشاركة في هذه العملية السياسية بمقاعد أخرى أو بتبادل بعض المناصب والتناقلات من هنا وهنا. لذلك نحن نقول أنه نعم هنالك اتجاه دولي، لكن هل هذا الاتجاه الدولي هو فقط يصب في صالح ما نراه من بعض التجاذبات بين هذا الطرف وذلك في داخل هذه المنظومة، أم أن لهم هذا سيكون أيضا ورقة من ضمن أوراق الضغط التي تستخدمها هذه القوى الدولية في مفاوضاتها أو في صراعها السياسي داخل العراق وخارج العراق؟ نحن نعتقد أنهم يريدون ذلك، لكن أنا أعود وأقول الكلمة الأولى والأخيرة للشعب العراقي، والشعب العراقي بالمناسبة هنا خاصة المقاطعين والثائرين والمناهضين بشكل واضح وصريح، أن يتخذوا مثل هذا ورقة بأيديهم للاستمرار والمضي في المطالبة بحقوقهم كاملة. نعم. دكتور قحطان، أيضا من الذين استند إليهم معهد ستوكهولم للسلام في إعداد هذا التقرير أو هذه الورقة عن العراق، قال من المراقبين إن التوازن القائم بين القوى السياسية والعسكرية في العراق منع جر العراق إلى الهاوية كما هو الحال في سوريا واليمن. يعني هذه نقطة غريبة، هل العراق أفضل حالا من سوريا والعراق، وأن هذه الميليشيات والقوى الطائفية فعلا حالت دون جر العراق إلى هذا المستنقع ما يجري في اليمن وسوريا؟ لا، بالتأكيد الواقع يقول أن هذه المجاميع، هذه الكتل السياسية هي التي سعت منذ البداية إلى جر العراق إلى هاوية، وهي هاوية التقسيم الطائفي وتقسيم الأقاليم وفق قيم وثوابت عقائدية مذهبية عرقية طائفية. ولكن من فضل الله وعي الشعب العراقي عموما وإدراكهم الحقيقي بكلية العراق، بوحدة العراق أرضا وشعبا وقيما، هي التي حالت دون ذلك. فالقوى السياسية التي تتحكم بشأن العراقي تتخندق طائفيا وتسعى إلى التقسيم، وكل أطراف دعت إلى التقسيم، لعل الشمال العراق دعا إلى استفتاء إلى استقلال، وفي بداية 2003 الحكيم في الناصرية دعا إلى أقليم الشيعي، والنجيفي دعا إلى أقليم السني، ولكن وكذلك إيران تسعى إلى عي شكل معين، وأمريكا والكيان الصهيوني، ولكن الإرادة العراقية الشعبية التي تكللت برفض هذه المجاميع وتكللت بشكل واضح برفض العملية السياسية ومقاطعة الانتخابات هي التي حلت دون ذلك. نعم. بمعنى أن الأصالة العراقية لدى العراقي هي حلت دون ذلك، رغم إرادة القوة الخارجية على التقسيم، والهاوية تعني بالعراقي هي أن يذهب العراق إلى الاقتتال المذهب الطائفي الذي يؤدي إلى التقسيم العرقي للمناطق وفق الضوابط العرقية والمذهبية الطائفية. نعم، شكرا. دكتور رافع بلاسخارت ممثلة الأمير العام للمتحدة في آخر إحاطة لها في مجلس الأمن حذرت أن هناك انفجارا مكبوتا في شعبيا في العراق، ومعهد ستوكهولم يتحدث أن هذه الأزمات إذا لم تخفف فإنها منذرة بحدوث أعمال عنف وتوترات، وفيها أيضا تهديد لاستقرار العراق. إذا كان المجتمع الدولي الرسمي وغير الرسمي بحثي وغيرها وصل إلى هذه القناعة، يعني لن يتدخل حتى يحصل الانفجار الكبير، أم أنه المفروض يعاون الذين في العراق من خارج العملية السياسية لتدارك وإيقاف هذا الانفجار المكبوت؟ يعني أنا أشكرك، هي هذه الحقيقة، يعني الآن لمست يعني النقطة الأساسية في هذا الموضوع. ليس فقط معهد ستوكهولم وليس بس خارت فقط، لكن حتى المعاهد، حتى وزارات خارجية، حتى حكومات في العالم كله تشخص نفس التشخيص، وهذا التشخيص ليس من اليوم، يعني ربما من وقت مبكر شخصوا هذا التشخيص. لا يمكن لهذا النظام السياسي الذي أسس في العراق أن ينهض بالعراق،
الغاية من عند مشروع الاحتلال أن يدمر العراق. إذا كان الغاية أن يدمر العراق وهو واقع الحال فقد دمر العراق وفاز وحصل على نتيجة 100%، هذا واقع الحال. لكن أن تبني بلدا مستقرا ويشعب السلام ويكون أداة لاستقرار المنطقة، هذا ليس بيت القصيد، هذا واقع الحال والكل يشخصونه. لكن الكل يدافع عن العملية السياسية، الكل يدافع عن موطن الفساد، موطن الخراب في العراق، الكل يريد أن يبقى موطن يعني أنت يعرفون كلهم وين نقطة الفساد، وين نقطة السرطان في العراق، لكن لا يقتطعونها من هذا الجسد، لا يقتطعونها، يبقونها لكي تبث سرطانها داخل الجسد. هذا واقع الحال الذي يجري في العراق. هم يشخصون هذه الحالة ومعروف، ولا تحتاج إلى تشخيص، ولا تحتاج إلى خبير لكي يشخصها. واقع الحال يثبت هذا بعد قريب 19 سنة خراب ودمار وسرقات وفساد، والعراق أعلى دول العالم بالفساد، وأعلى دول العالم بالركود الاقتصادي، وأعلى دول العالم بالفوضى والبطالة والفقر، وهو أغنى بلدان العالم. فالحقيقة والعراق صار ممرا للمخدرات وممرا للجرائم المنظمة ومستهلكا ومصدرا، هذا كله يعرفونه. لكن في نفس الوقت يذهبون إلى الدفاع عن العملية السياسية ولتقويم هذه العملية السياسية لكي تبقى. إذن الغاية من كل هذه الدراسات، كل هذه لكي يبقى العراق ضعيفا. من يريد للعراق أن ينجح ويكون قويا ومستقرا وأمينا ويدفع باتجاه باتجاه الاستقرار والثبات وأن يشع خيرا على الآخرين، سيذهب إلى استئصال هذه العملية السياسية. لكن كلهم بغير هذا الاتجاه، ولا كان يقفوا مع، مثل ما قلنا، كان يقفوا مع الشعب، على الأقل يقفوا مع 85% الذين لم يذهبوا إلى الانتخابات. ماذا يريدون؟ يريدون وطن، وكانوا ينادون في ثورة 20. خلينا نسألك، وهذا السؤال هذا جرنا إلى السؤال، ما دام العراق يقف الآن على حافة الهاوية كما يقول معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، ما السبيل لمنع العراق من الوقوع في الهاوية وسحبه من هذه الحافة؟ العراق بهذا التأييد، حتى يكون السؤال للضيوف الثلاثة، نعم، بهذا التأييد الدولي، بهذا استمرار المحابات لهذه العملية السياسية، باستمرار الدعم لهذه العملية السياسية ولرموزها، سيذهب العراق إلى الهاوية، وقعر الهاوية، يذهب إلى قعر الهاوية بالتأكيد. لكن إن لم تدعم الشعب، هي القرار بالأول والأخير بيد الشعب العراقي، الشعب العراقي هو من يصحح هذه القضية. نعم، لا يحق ظهرك مثل ظفرك مثل ما يقال، وهذه واقع الحال. يعني الشعب العراقي من البداية الآن مثل ما يقال بالمثل العراقي أو بالكلام العراقي الدارج، يعني قد غسل يديه من كل هذه القوى الإقليمية والدولية، فبالتالي يعتمد على نفسه، اعتماده على نفسه لتخليص نفسه من هذه الكارثة، لأن الكارثة بالأول والأخير هي تؤثر عليه. أما هذه الدول الإقليمية والدول الدولية، هذه لديها مصالح وتسعى لتحقيق مصالحها. من يحكم العراق؟ كيف يذهب العراق إلى الخراب، إلى الدمار؟ مستهلك ومستهلك يخرب العراق ودمر، غير ما موجودة خدمات لا تعني له شيئا. هذا واقع الحال. فبالتالي الحل بيد الشعب العراقي، لأن كل هذه القوى الدولية وكل هذه القوى الإقليمية لن تتحرك ولن تساند إن لم يتحرك الشعب العراقي، حينها ستسانده كل هذه الدول. دكتور عبد الحميد العالي، نفس السؤال، كيف يمكن سحب البلد من حافة الهاوية وحتى لا يقع في الهاوية وقعر الهاوية، إبعاد عن حافة الهاوية داخليا طبعا نتحدث؟ نعم، أنا أؤيد ما ذكره الدكتور رافع الآن، الكلمة الأولى والأخيرة هي للشعب العراقي، لكن أيضا نتكلم دوليا أيضا على هذه المنظمات الدولية سواء غير الحكومية وغير الحكومية الدولية عموما، أن تترك ازدواجيتها وازدواجية المعايير وتلتزم الإنصاف والعدل. يعني ليس من المعقول أنه يشخص هذا التشخيص ثم كما قال دكتور رافع تدعم هذه العملية السياسية، ليس من المعقول أنه يشخص فلان وفلان من الإرهابيين والذين يهددون السلم الأمني في المجتمع العراقي وغيره ثم يدعمه دوليا، ليس من المعقول أنه يشخص فلان وفلان من أرباب العصابات وأمراء الحرب في العراق ثم بعد ذلك يدعمه دوليا، ليس من الإنصاف أنه بلاسخارت قبل في الانتخابات السابقة قد شخصت أن هنالك مقاطعة للشعب العراقي لهذه الانتخابات، والسبب للمقاطعة أن هذه الانتخابات فاشلة وأنها قائمة على التزوير وأنها ذات الوجوه، وأن ثم بعد ذلك ما هو الحل بعد هذا التشخيص؟ تقول أقترح على الشعب العراقي أنه يشارك
وبقوة في هذه الانتخابات. هذه ازدواجية المعايير هي التي تعطي من المجتمع الدولي ضوء أخضر لهذا هذه المنظومة الفاسدة أن تبقى وتستمر متسلطة على رقاب الشعب العراقي. لكن الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء الشعب العراقي ليجعلوا يدهم بيد بعضهم البعض وكلمتهم واحدة لإزاحة هذه المنظومة من جذورها، لاستبدالها بمنظومة وطنية حقيقية ترعى حقوق العباد وتعيد للعراقي مجده وماضيه وتحافظ على الواقع الآن على الأقل وتستعيد المستقبل الذي يرنو إليه جميع أبناء الشعب العراقي. نعم دكتور قحطان، حتى نختم ويا جنابك الكريم، كيف سحب الإيقاف العراق من أن يقع في الهاوية؟ السؤال طبعا مؤلم جدا والإجابة أكثر ألما. حقيقة الأمر الوضع العراقي هو الآن في مهب ريح، وذلك لأن هناك إرادة دولية خارجية هي الأكثر تحركا وأكثر قدرة. ومع هذا وذاك لا ننسى أن الشعوب في كل مراحل التاريخية التي تقرر مصيرها، ولو أن الظرف العراقي غير طبيعي عليه لابد أن يكون للشعب العراقي صيغة وحدوية في السلوك الوطني العام الجامع، إضافة إلى أن هناك مسؤولية أخلاقية قانونية على المجتمع الدولي باعتبار هو السبب الأساسي فيما حصل في العراق. إذن لابد أن يكون هناك تماسج وتكامل ما بين الفعل الجمعي العربي الوطني وبين القوى الجهد الدولي الذي يذهب باتجاه التزام قانوني أخلاقي حال العراق. هذه المؤامة قد تبدو الآن ليست سهلة إلا إذا كان هناك فعل للمقاومة العراقية لأصحاب التغيير العراقي الوطني والتأثيران في داخل العراق. دكتور، هذه البحوث التي تصدر من مؤسسات بحثية رصينة ومرموقة وذائعة الصيت مثل معهد ستوكهولم السلام وغيرها، وحتى إحاطة بلاسخارت، كيف يمكن توظيفها إيجابيا لحمل القضية العراقية إلى الرأي العام الدولي، إلى المجتمع الدولي، ليطلع على حقيقة ما يجري؟ يبدو هو دا يطلع، لكن يبدو أنه أن يأتيه اطلاع من الداخل العراقي من قوى من خارج إطار العملية السياسية التي قد تضلل المجتمع الدولي ببعض المعطيات من قوى الوطنية. كيف يمكن توظيف هذه البحوث أو الدراسات أو المعطيات؟ بالتأكيد توظيفها تكون بحالة إيجابية لأنها صادرة من جهات بحثية وليس جهات أمنية تشكل كالذي حصل في 2003. واحد اثنين، المجتمع الدولي الآن كما قلنا قبل قليل عليه مسؤولية أخلاقية قيمية، لذلك التعاون مع المجتمع الدولي من قبل المعارضة العراقية أو الجهد العراقي الوطني لا يشكل خروجا ولا يشكل لجوءا سيء كما حصل في 2003. نعم. الشيء الآخر الذي أتمناه نرجو أن القوى المعارضة للعملية السياسية السعي للتغيير أن توحد صفها. نحن كثوار تشرين عانينا كثيرا حقيقة الأمر في بل ورد موقف جمعي للقوى الثورية في عموم القطر، بل استطاع الخصوم أن يخترقون. إذن جهد وطني يوظف الجهد الدولي يكون ثمرة إن شاء الله إيجابية. شكرا لك دكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، كما أشكر دكتور رافع الفلاحي هنا في الاستوديو الكاتب البحث السياسي، وأشكر ضيفنا عبر سكايب دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، كانوا معنا في هذه الحلقة من طاولة حوار وبحثت في التقرير الجديد لمعهد ستوكهولم بأبحاث السلام عن العراق. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.